صباح الورد والياسمين على كل اصدقائي بمناسبه شهر رمضان الكريم. انا رب عليكم طبعا واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. صباح الخير كده، انتوا شايفيني ولا ايه؟ بس ثواني كده، بس شايفيني؟ هاي، صباح الخير. قولوا صباح الخير وصباح الفل والورد والياسمين. انا اصلا متعوده ان انا اصحى بدري. صباح الخير على كل اصدقاء. بصبح على كل اصدقائي وبقول لكم صباح الخير وصباح الفل عليكم كلكم. انا من زمان، انا من ايام الدستور ما يعني ما عملتش بس مباشر، بس قلت اصبح عليكم النهارده. طبعا كلنا لازم نعود نفسنا ان احنا نصحى بدري، خصوصا في شهر رمضان الكريم، لانه شهر الخير والبركه والعباده. وطبعا كلنا ما نمشي ونتكاسل، وازيك يا عم ناجي، نتكاسل لانه هو ده شهر العباده وشهر الصوم والصلاه والخشوع، وطبعا شهر العمل والله العظيم، لان في ناس فعلا بتقضي طول شهر رمضان ده نوم، ما اعرفش في ايه بالظبط. فانا قلت اصبح عليكم. الحمد لله انا على طول متعوده ان انا اصحى بدري، حتى لو انا اصلا في رمضان بصلي الفجر، بس برضو بصحى بدري والله، متعوده على كده. مساء الفل الحاج محمد القطاوي رعايه مرضى بنت عسيس، رجل الاعمال محمد شرار، صباح الفل. عم ناجي زخياري، صباح الياسمين والفل والورد. انا طبعا بصبح عليكم كلكم من مدينة السين بلاوين، محافظة الدقهلية. وطبعا كلنا مستعدين لقدوم الشهر العظيم، شهر رمضان، يعني أحسن شهور السنة بالنسبة للمسلمين وبالنسبة للعالم الإسلامي. وأكيد كلكم صباح الفل يا محمود، ولا زمان. صباح الفل، صباح الفل أبير بيرو حبيبتي، صباح الفل يا بيرو، صباح الفل. المهم إن شاء الله كده استعدوا لشهر رمضان. أكيد ما عندناش بقى نحط مكياج ولا الكلام الفارغ ده، لازم بقى نحترم نفسنا شوية. صباح الفل يا صباح الفل. على فكرة أنا برضو امبارح وأنا نازلة، كنت نازلة السوق بشتري بعض الطلبات عشان رمضان، فياميش رمضان ما شاء الله ما شاء الله نازل رخيص خالص السنة دي. وإن شاء الله ناوي أعمل حلقة بعد كده، أتجول كده في الشوارع ومع الباعة اللي هم اللي فاتحين محلات، وهعمل لقاء حلو وانزل أسأل الناس على الأسعار في رمضان عاملة إيه. إن شاء الله انتظروني قريبا بإذن الله على شاشة قناة صوت العربة الفضائية، ترددها 12562. طبعا إن شاء الله يعني خلال شهر رمضان هنزل وعمل علاقات مع بعض، هعمل حوار مع بعض الحالات الإنسانية اللي طبعا يعني بينتظر الشهر الكريم ده بفروغ الصبر. يعني على وعسى في ناس ولاد حلال كتير بيحاولوا ايه يعني يزكوا مع نفسهم او يعطوهم مبالغ مالية عشان يعني ربنا يكرمهم كده ويتحسن حالهم الى احسن حال. ان شاء الله انا كلمت القناة عندنا، وان شاء الله ليا راعي رسمي باذن الله الاستاذ وليد، ان شاء الله وليد صاحب شركة الاصيل او التوصيل، مش فاهمة يعني، بس هو الاستاذ وليد ان شاء الله هو راعي البرنامج بتاعه طول شهر رمضان ان شاء الله، برنامج حكاية الضحى. انا بقالي فترة ما صورتش، كنت منتظرة اللحظة، بس ان شاء الله هظهر لكم برضو في رمضان وحلقات كتيرة قوي. كابتن احمد صباح الفل يا صباح الفل. المهم بس حبيت اصب عليكم واقول لكم ان شاء الله في شغل، في شغل ما بنقعدش، بس والله بيبقى في شوية كسل كده، لان خلاص انا يعني الواحد برضو بيبقى متعود خلاص ان هو قاعد شوية بيجي عشان يشتغل تاني او يجدد الطاقة بتاعته الباور بتاعه، فبيبقى كسول جدا. فانا كده انا لما بشتغل يعني اما باجي اصور حلقات كده ورا بعض ببقى نشيطه جدا، لكن لما باجي اقعد اسبوع او يومين او ثلاثه ويجي لي تصوير تاني فانا ببقى متكاسله بصراحه، يعني بكلمكم بكل صراحه.
فأنا مبسوطة جدا جدا، فرحانة جدا جدا إن شهر رمضان الكريم هيبدأ إن شاء الله بكرة بإذن الله. كلنا هنصوم بكرة، كلنا هنبدأ إن شاء الله نحفظ القرآن الكريم، كلنا لازم نوفي حق ربنا علينا، لازم نعطي حق ربنا برضو، لأن طول السنة مهما يكون الناس مشغولة في عملها وفي شغلها وحاجات كتير وحياتها، بس شهر رمضان بيبقى ليه طقوس كده عند المصريين عن أي دولة تانية بصراحة يعني. بس المصريين شوية يعني يعني بيركزوا أكتر على الأكل واليميش ومش عارف إيه. أنا برضو من ضمن الناس دي بصراحة يعني، في حاجات كده ما ببقاش أعملها في الأيام العادية، بس بالذات في رمضان ده يعني ببقى أركز أوي في الفطار، في طبق السلطة حتى لو متاكلش بس لازم يتعمل طبق السلطة، لازم الخضار، لازم العصاير إن شاء الله عشان إحنا في الصيف كلنا ان شاء الله. اكيد انتوا عارفين احنا لسه في الصيف وكده يعني. ثواني بس خليكم معايا هجيب لكم حاجه كده بس عشان اعرف اتكلم. ثواني خليكم معايا. صباح الفل استاذ رمضان، صباح الفل استاذ ياسر رخا، صباح الفل، صباح الفل عليكم كلكم. انا سعيده بيكم وطبعا سعيده بلقائي معاكم. طبعا مصر البلد الوحيده اللي عندها العمل والعباده بصراحه يعني، برضه في بعض الدول بياخدوا اجازات كده في رمضان عشان يعني ايه يتفرغوا للعباده، بس ربنا ما قالش كده، ربنا قال اشتغل وابدني وصوم، وده بيبقى اجر كبير قوي عند ربنا وكلنا نعلم ذلك يعني. حمدي طه صباح الفل، حماد رشاد صباح الفل، صباح الفل عليك، صباح الفل والعسل الابيض والياسمين على كل شعب مصر العظيم، على الشباب والرياضه. ببعث تهنئه وبرقيه تهنئه لكل موظفين وزاره الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه، لان انا واحده من الناس دي، انا موظفه برضو شباب ورياضه. وببعث تهنئه لكل رجال الجيش ورجال الشرطه الشرفاء، وببعث تحيه عمي شحته الحضري صباح الفل عليه، فينك من زمان معلش بقى. ببعث تحية وبرقية لكل المصريين وكل أمهات الشهداء، بقول لهم رمضان كريم عليكم. ماشي اوكي، بقول لهم رمضان كريم عليكم كلكم، ويا رب يا رب يا رب ما حد يفقد حد في رمضان، ويكون رمضان سعيد علينا كلنا، ويكون شهر الخير واليمن والبركات. وبالنسبه للناس اللي هي مخصمه نفس مخصمه بعض الاشخاص، لازم ان انت تبادر، لان مش هينفع لك صيام، لازم ان انت تبادر بالصلح حتى لو هو شخصيته ايه بالنسبه لك. لازم ان تكلم الناس اللي انت زعلان منها. اي نعم في بعض الشخصيات المستفزه، بس اهو لازم كلنا ايه يكون قلبنا على قلب بعض ونخاف على بعض. كابتن احمد الهواري صباح الفل، كابتن محمد الهواري، محمد صباح العسل، صباح الفل. احمد عمر صباح الورد، ضحى هانم صباح الفل يا استاذ احمد. ما قلتيش لا انا ما فيش والله، نازله السوق اشتري شويه حاجات وكده يعني، والله العظيم. كل سنة طيبة. محمد القرشي صباح الفل، صباح الفل. حمدي طه صباح العسل، والله أنا بس قلت إيه إني نازلة أشتري أو نازلة أتجول كده في الشوارع أشتري بعض طلبات رمضان إن شاء الله. وأكيد صباح الورد، صباح الفل، صباح الفل، صباح الفل، صباح العسل. المهم أنت شفت الفانوس اللي أنا جايباه إمبارح؟ أكيد طبعا، ده لسه عندي كمان مجموعة فوانيس لسه هعلقها، وإن شاء الله هوريها لكم كلها بإذن الله. طبعا أنا ما قعدتش بعرض لكم بعض الأكلات، بس إن شاء الله هحاول لو أنا عملت أكل حلوة أحاول برضو إيه تبقوا أنتوا معايا وشايفينها ومشاهدين إن أنا بعمل إيه، لأن أنا طباخة شاطرة جدا. حاج أنور مسعود صباح الفل يا حاج أنور، صباح العسل عليك. انتوا لسه نايمين؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي، ده لسه بقى رمضان السحور وصلاه الفجر. لا لازم نتعود كده ان احنا نبقى روحنا رياضيه ونجري ونلعب
ده رمضان يا جماعة، ده حتة شهر في السنة، الناس كلها نايمة كده ليه؟ الساعة لسه ما جتش 8. ماشي، المهم حتى لو بصبح على الناس اللي لسه نايمة، بصبح على الناس اللي لسه منزلتش شغلها، بصبح على الناس اللي في شغلها، بصبح عليكم كلكم كلكم. طبعا علقنا الزينة في الشوارع، في الشارع عندنا علقنا الزينة وكده، احتفالات بقى وطقوس رمضان. احنا والله العظيم يعني انا مبسوطة جدا 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 ان انا هصوم عشان اخس شوية. ما لازم انا اخس شوية، والنبي بلاش. ايه يا شيخ؟ ماشي يا محمود، بلاش اعمل اكل. ماشي خلاص، بلاش شيء، خليني مذيعة احسن. صباح الفل على الناس الغالية كلها. المهم احنا كلنا ايه يا حاج عبد الغني مالك، تبعت لايك ليه؟ المهم يا جماعة، انا ان شاء الله زي ما قلت لكم كده، ان شاء الله هحاول بعد كده ان شاء الله انزل الشوارع واعمل لقاءات مع بعض المصريين ان شاء الله، في اي محافظة، في اي قرية، في اي مدينة ان شاء الله. يعني مش هنكتفي بالسنبلاونة بس، لكن احنا هننزل هنتجول في جميع شوارع مصر كلها، ونحاول نجيب الحالات الانسانية، ونجيب برضو نشوف اصل الاسعار عامل ايه في السوق، ونشوف الدنيا ماشية ازاي، عشان برضو بعض القيادات بتاعتنا او بعض الناس اللي هي المسؤولة عن الاسعار يكون عندهم وعي بكل ما يدور في الشارع المصري، خصوصا في شهر رمضان، لان في ناس ساعات بترفع. لان انا امبارح وقفت مع تاجر فبساله، بقول له اللي مش رمضان بيه، قال على فكره يا استاذه ضحى، قعد يوريني حاجات كتير قوي، وقال لي على فكره يا مش رمضان رخيص رخيص جدا السنه دي. يعني انا بساله على مش عارف المشمش هي بايه والتين بايه، يقول لي ده ب 25 وده ب 25، مش عارف الكاجو بايه، الحاجات اللي هي الزبيب ما شاء الله، كيس كبير قد كده اهو، كيس كبير قد كده اهو ب 15 جنيه او تقريبا ب 12 جنيه، في حوالي ربع كيلو زبيب ما شاء الله، زبيب نظيف جدا. حتى بقول لي في نوع زبيب كده هندي او مش عارف ايه، كان قبل كده الكيلو بوصل ب 80 جنيه، النهارده الكيس بحوالي 15 جنيه. طارق خليل عمر، صباح الفل، اعملي حلقة عن اتفاق ما. طبعا يا محمود، ما انا لسه بقول هنزل واشوف السوق المصري في الشوارع المصرية، وهتجول طبعا واشوف لان التجار الجشعين اكيد برضو انا هروح للتاجر ده واروح للتاجر ده، فلو بقيت السعرين مختلفين وهو نفس الحاجة التاجر دبحها ودبحها، فاكيد هيبقى فيه كلام تاني، وهيبقى فيه رقابة من جهة المسؤولين على كل هؤلاء الناس. كابتن صبري صباح الفل عليك، كابتن صبري شعبان بهنأك بقدوم شهر رمضان. احمد عادل كل سنة طيب يا احمد، مين عبد الله ناجي زاهي، صباح الفل يا استاذ عبد الحميد، صباح الفل عليك، صباح العسل. فانتظروني في رمضان ان شاء الله، ان شاء الله انتظروني في رمضان. احمد سامي الزهيري صباح الفل، صباح الفل عليك، انتظروني في رمضان ان شاء الله. فبرضو هيبقى في شغل في رمضان يعني برضو، وطبعا هيبقى في بعض رجال الاعمال، هيبقى في بعض الحفلات والندوات او المؤتمرات اللي انا طبعا اتعزمت فيها من دلوقتي، برضه هيبقى في تصوير وتسجيل لبعض الندوات الدينيه والحاجات دي. صدق لحياتك يا ايامك، ميرسي قوي استاذ وادي الحيتان، استاذ محمود رجب ده الريس اللي قال كده، ربنا مش بحر. لا انت مش بتحرض الناس، ما هو ده اللي هيحصل اصلا. كل سنه وانت طيب كابتن صبري شعبان، كل سنه وانت طيب، والاسره الكريمه بخير وسلام وامان، ويا رب اجعل مصر واهلها في رباط الى يوم الدين. المهم والله والله العظيم انا بحبكم جدا جدا، وقلب ابيض اصلا، بحب الخير للناس كلها. العمده ود صباح الفل على الاهل الصعيد،
الناس الجدعان قوي، الناس الكرماء قوي، اهل الصعيد يا جماعه، المنيا وصهاب واسيوط، المنيا وصهاب واسيوط والاقصر واسوان، كل محافظات الصعيد لهم معزه خاصه عندي، وخصوصا شمال سيناء وجنوب سيناء، دول برضو لهم معزه جامده جامده قوي يعني، عند المصريين كلهم مش عندي انا لوحدي. بهنئهم طبعا بقدوم شهر رمضان، يعني ربنا يحفظ بلدنا من كل شر ومن كل سوء، ربنا يبعد عننا الناس الوحشين، الناس الخاينين، الناس اللي بتكره الخير للبعض. طبعا انتم متفاجئين ان انا بعمل لكم بس مباشر الصبح، لان انا حبيت اصبح عليكم نقول لكم صباح الفل، صباح الهنا عليكم كلكم. ايه انتوا لسه نايمين؟ احنا لسه بنقول يا هادي اصحوا بقى، فوق فوق بقى، فوق بقى من اللي انتوا فيه. بكره النهارده السحور، النهارده السحور. بس اكتر حاجه مضايقاني ان السنه دي انا سالت شيخ في الجامع، كنت انا معديه برضو على الجامع هنا جنبنا، فسالت شيخ الجامع، فبقول له انا مبسوطه جدا جدا لما بسمع صوت التراويح او صوتكم وانتوا في المايك، فبقول له مايك مايك ايه، فبقول له قصدي الميكروفون يعني. فقام قال لي للاسف السنه دي واخدين تعليمات ان ممنوع ان احنا يبقى التراويح في قلب الجامع بس، بس مفيش صوت يعني مايك وكده يعني ميكروفون. فانا ببقى استمتع جدا قوي قوي في رمضان بالذات في التراويح اللي هي بتبقى بعد العشاء دي، بتبقى جميله جدا، وهم بيقولوها كده بيبقى صوتهم واضح كده في الميكروفون. هو ده الطقوس اللي بتبقى مهمه جدا 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 وبتحسسنا بالشهر الكريم. بس تقريبا هم قالوا نقتصر على التراويح من غير ميكروفون، بتبقى داخل الجامع بس، عشان تقريبا ابنائنا اللي في الثانويه العامه وابنائنا اللي لسه في امتحانات. استاذه جيجي صباح الفل عليك، استاذه جيجي محمد، المذيعه الاعلاميه المتالقه في قناه صوت العرب، صاحبه برنامج عيش الحلم، بتمنى لك كل التقدم. بتمنى لك كل التقدم والازدهار. هي الساعه كام؟ طب شوفي كده الساعه كام. جميل جميله والله، صباح الفل يا استاذه جيجي. بصبح العمده سعيد، بقول له كل سنه وانت طيب، صاحب قناه صوت العرب، صوت العرب ده قناه كل الشعب، الناس اللي قايمين عليها ناس محترمه جدا جدا، ناس طيبين جدا جدا، يعني انا مش عارفه يعني مش عارفه بيستحملوني ازاي والله. انا ساعات بتعصب، ساعات ببقى متضايقه متخانقه، وبيتقبلوا كل ده بصدر رحب. استاذه جيجي من الناس برضو اللي كنت دايما ابقى ساعات بعض المكالمات التليفونيه اشد كده في الكلام، بس برضو باحترام يعني. استاذ محمد فوزي كل سنه وانت طيب، الاستاذ سيد ابو النور بقول له كل سنه وانت طيب، المدير الاداري لقناه صوت العرب، استاذ ساري الشريعي مدير قناه صوت العرب بقول له كل سنه وانت طيب وصباح الفل عليك. طبعا على راسهم العمده سعيد الحرباوي، الرجل الكبير، الرجل المحترم اللي مجمع كل اللي عندهم موهبة الحوار او الكلام، ان هو برضو بيتبنى كل المواهب على مستوى جمهورية مصر العربية، حتى بعض الدول العربية برضو في مذيعات زمايلنا برضو في لبنان وبعض الدول العربية. فهو راجل محترم جدا جدا، وراجل مش طماع، مش زي بقية القنوات، لان في بعض القنوات عرضت عليا ان انا اشتغل فيها بس طالبين فلوس بكميه رهيبه جدا، فالناس دي يعني يعني هم عايزين قناتهم تنجح وعايزين يستمروا في النجاح، فهم ناس مش طماعين ولا بيطلبوا اكتر من حقه. بعض القنوات طبعا طلبت ان انا اشتغل معاها، فجبت لها بعض السبونسر، فيقول لي الحلقه مش عارفه بقدي كده بكام الف والحلقه بكام الف، فطبعا انا قلت لا. طبعا السبونسر مهما يكون رجل اعمال برضو يعني ما ينفعش طبعا ان احنا نطمع الناس. فقناه صوت العرب دي قناه معروفه وقناه جميله جدا، وبتعرض ان شاء الله تعرض مسلسلات رمضان، مسلسلات رمضان الجديده، وبعض البرامج الرمضانيه ان شاء الله تتقدم من خلال شاشتنا قناه صوت العرب، لانها قناه مهمه جدا، ولازما وترددها 12562 رأسي.
الحمد لله، بتمنى من ربنا القناة تستمر، وإن شاء الله مع العمدة سعيد يدا بيد، ومع كل المصريين الشرفاء. ثواني كده هجيب اللبن، كوباية لبن اشربها بس الأول. التليفون بتاعها مش عارفة اشوفها فين. خدوا اتفضلوا بقى لبن، نشرب لبن، يلا بقى اخر يوم لينا النهارده بقى نشرب اللبن. احمد ثاني صالح، صباح الفل. صباح الفل معلم. لازم كوباية اللبن الصبح، ده أهم حاجة. يعني أنا ما بشرب كوباية اللبن دي بتديني كل الغذاء الكامل. يعني ممكن ما اروحش إلا لما على الغدا بس، والله العظيم هي كوباية اللبن دي. لأن اللبن فيه كل جميع الفيتامينات والأغذية يعني وكده يعني للإنسان. وأنا بحب اللبن أصلا، بحب أشرب اللبن الصبح. أيمن سالم، صباح الفل. صباح الفل. سؤال في العم ناجي زخان، الناس كلها نايمة أصلا مش عارفة ليه. عبي إيمان سالم، سؤال الفل. المهم يا جماعة، طب اقول لكم على حاجه. النهارده انا صحيت حوالي الساعه 5، صحيت حوالي الساعه 5:30 والله العظيم 5:30. فطبعا احنا عندنا في المنطقه بتاعتنا كنيسه وجامع، قسما بالله ما بجزم. صحيت 5:30، قلت اما انام شويه، انا اصحى كده بدري. فالمهم ايه، جيت نمت قسما بالله العظيم ما بجزم. فقمت على صوت الكنيسه والجرس عمال بيرن، قمت مفزوعه من النوم. لقيت الساعه 6، قلت لا ما بديهاش بقى، بحب اصحى بدري اصلا والله العظيم. يعني قمت على صوت الكنيسه وهي بتضرب الجرس، زي ما انا بصحى الفجر برضو على صوت الاذان. بجد والله ان احنا في المنطقه بتاعتنا عندنا كنيسه وعندنا جامع. فانا كنت نمت، انا صحيت حوالي 5:30، فرجعت تاني نمت. فالنومه بقى اصلا كانت هتروح عليا، فتلاقيت جرس الكنيسه كانه بيرن في ودني. فصحيت فجأة كده، فلقيت فعلا الكنيسة كانت بترن، فصحيت على صوت الجرس بتاع الكنيسة. وبرضو والله العظيم أنا بصحى الفجر على صوت الأذان برضو. فالحمد لله ربنا برضو يعني يتقبل مننا أعمالنا إن شاء الله يا رب. حق لا إله إلا الله. باسم منصور، صباح الفل يا باشمهندس باسم. بدي اقفل بقى معاكم. دودو اتفضلوا لبن، بس لو اعرف اجيبه لكم هجيبه لكم للاسف. صباح الفل، صباح الفل. انا مضطر اقفل بقى، بالطريقة في البقى عشان خلاص بقى يعني سكت الكلام، عشان احنا داخلين بقى على شهر مفترض. فانا قلت بس اطمن عليكم واصبح عليكم، وطبعا بصبح على كل زمايلي في كل مكان وحبايبي واصدقائي واخواتي في مصر وفي العالم العربي والعالم الغربي برضو. ليا اصدقاء وليا صحبات حبايبي في امريكا وفي المانيا، في كل برضو مسلمين. بص بيعملوا الطقوس اكتر مننا كمان، يعني برضو بشوف اكلاتهم. طبعا هما بيوروها لي، بيعملوا محشي زينا وملوخية ومحشي بتنجان وكوسة، بالرغم ان هما عايشين في الدول اللي هي الغربية، امريكا والمانيا والدول اللي هي فرنسا والحاجات زي دي. فهم برضو بيعملوا عاداتنا وتقاليدنا بالظبط، وبصوموا وبصلوا، وساعات بيبقى الساعات عندهم كتير، يعني اليوم عدد الساعات اكتر مننا. الباشا الكبير المعلم المستشار بكري الجليدي، صباح الفل يا معلم المستشار، صباح الفل. عزة جابر، صباح العسل.
ناجح سمير صباح الفل. فانا حبيت ان انا النهارده اطمن عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه واحنا اخوات حبايب، بنحب بلدنا، بنخاف عليها، بنحب رئيسنا، بنحب جيشنا، بنحب شرطتنا، بنحب اهلنا. لازم كلنا نتلم ونخاصم حد، لازم يتصل عليه ويصب عليه. وانا اصلا ما بحبش ازعل من حد والله، حتى لو ايه. وده شهري بقى فرصة لأي حد يكون مخاصم حد يتكلم معاه. هاني بركات، انت لسه صاحي من النوم؟ اتفضلوا. المهم انا هقفل بقى، مطرية هقفل بقى. وطبعا مع لقاء اخر ان شاء الله في الايام القادمة، خصوصا في شهر رمضان الكريم هيبقى فيه برضو بعض التجول في الشوارع المصرية لمعرفة ارتفاع الأسعار، هيبقى فيه لقاء مع الجماهير المصرية في كل مكان، ويعني نحاول نوصل صوت الناس على قد ما بنقدر، وربنا يعني يقدم اللي فيه الخير، ويعني يعيننا على نكون قد حسن ظن الناس فينا، لأن الناس بتثق فينا جامد، الناس كلها بتحب يعني صوت الحق. وانتوا عارفين ان انا الحمد لله بحب اعمل حلقاتي، يعني بالذات ببقى حازمة شوية وشديدة شوية في بعض المواقف اللي هي بتبقى فيها ايه فساد، فيها بعض الحالات اللي هي بتبقى محتاجة ناس زينا يقفوا جنب رئيسهم وجنب بلدهم. فالبلد دي كلنا لازم هي بلدنا نخاف عليها، وما تخافوش من حد، عمركم ما تخافوا من حد، وانا ما بخافش من حد، انا بخاف من اللي خلقني بس. بس انا بحترم الناس، في حاجة فرق بين الخوف وبين الاحترام، فانا بحترمكم، بحترم الناس كلها، بحترم الصغير قبل الكبير. وبحب الدنيا، بس بحب الناس كلها اصلا، بحب ربنا، بحب ربنا، وقول يا رب. صدقني ربنا كريم، ربنا كريم جدا جدا. وربنا اصلا غفور رحيم. فاهم حاجة تصلي، اهم حاجة تكون قلبك ابيض، اهم حاجة اقول يا رب. وربنا يصبر الناس اللي داخل عليها رمضان وفرق اهلها. انا طبعا ابويا ميت الله يرحمه. الساعة كام؟ طب شوف الساعة كام جميل، شوف الساعة كام، شوف الساعة كام، شوف الساعة كام. اللورد محمد الجندي، مساء الفل، صباح الفل يا اللورد. الساعة كام؟ أهم حاجة خلي بالكم من نفسكم. ماشي، خلي بالكم من نفسيكم، خلي بالكم من أولادكم. وقلت بس أصعب عليكم عشان قبل رمضان، وبدل ما أنا أقولها مكتوبة فأنا بقولها لكم بشخصي، بقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم في سعادة كل سنة طيبين وفي سعادة وكل حاجة حلوة. ربنا يبعد عننا بس الناس الشر. فأنا هقفل بقى وأقول لكم بقى مع السلامة.